هنا بسوق السيارات المستعملة بالقلاع تصنف السيارات المعروضة إلى ثلاثة فئات: المتوسطة، الجديدة، والقديمة. فالمركبات الراقية حظيت بأكثر طلبيات الشراء، وهو ما اغتنمه التجار لبيع سياراتهم المعروضة قبل طلوع الشمس. شي ما كاش البيع لا بريبار طونوبيلات مبيوعين، وين ما كاش البيع وما كاش الشراء، طونوبيلات لا بريبار راهم مبيوعين. الحاجة نقية اللي خلينا حاجة ما كاش خردة ولا أخر صح ما كاش ما تباع، بصح حاجة نقية مبيوعة. درك ما كاش، درك تروحي لا ميزون باش تشري طونوبيل ما كاش، تروحي بشكارتك بدراهمك ما كاش، بدراهمك ما كاش، تحت ال 200 في لا ميزون ما كاش. أوبل كاين بيكانتو يقولوا بيكانتو 150 160 مليون ما كاش منها. أما طلبيات السيارات ذو الفئة المتوسطة والقديمة فلم تحظى بنصيبها من البيع، فأسعارها لا تزال غالية وميزانية معظم الزبائن محدودة. ما كاش لي بري، ما كاش شاري، ما كاش شاري، ما كاش مالي بري راهي نورمال. عندي واحد الشهر ولا وانا نجيب طوموبيل، كي تشوف اختي السوق كيفاش هو داير. عندي شهر وانا قاعد ندور باطل، ما بعنا ما والو، والسوق الناس خايفه ما فهمتش كيفاش، وماتريال وكاين ماشي قال ما كاش ولا بان في لا ميزون ولا وغالي. سما السوق شاري لي ما كاش، انا يعني طالب 40 هي تسوى في لا ميزون تسوى 55 60، انا 40 وما كاش. لي جات ما كاش طوموبيلات والو، ما كاش ما كاش باش تشري، غاليين تاع الصا غالي 80 ولا 90 ما كاش باش تشري بها. نشاط كبير سجل اليوم في حركية البيع والشراء بسوق السيارات المستعملة بالقليعة، وضعية أرجعها الباعة إلى تزامن الفترة وفصل الصيف والدخول الاجتماعي.